رياض الأطفال أو مرحلة الروضة هي من أهم مراحل العمر في حياة الإنسان. إنها المرحلة التأسيسية لشخصيته. كل ما يمكن أن يتم تعليمه في مرحلة رياض الأطفال هو عبارة عن تأسيس لشخصية الإنسان، هو عبارة عن رسم لمفهومه حول ذاته. فإذا تعرض الشخص إلى معلومات جميلة وأسلوب جميل في التعاطي مع هذا الإنسان الذي يحتاج إلى العاطفة ليستطيع أن يفكر، يمكن بذلك أن يكون هذا الإنسان متميزا ومقبولا. طالما أنه مقبول فهو متميز. أما إذا تعرض إلى مشكلات في مرحلة رياض الأطفال فهذا يعني أنها ستبقى أو سيبقى تأثيرها إلى مدى الحياة. فكما يقال تربويا، طفل سعيد شيخ سعيد، طفل تعيس شيخ تعيس. إذن الطفولة هي التي تحكم على حياتنا، وفكرة الحكم هذه تكون من التقبل، من العاطفة، من حصول الطفل على الحب، لأن الحب هو الترياق الذي يشفي كل المشاكل والجراح النفسية كما يقال تربويا أيضا. بالإضافة إلى أن مرحلة رياض الأطفال التي نود أن نتحدث عنها اليوم هي التي تضم الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، يعني نهاية الخامسة. تعرف رياض الأطفال بأنها برنامج يأتي ما قبل المدرسة في فترة الطفولة المبكرة، يدمج ما بين التعليم واللعب، وتديره مجموعة من المدربين والمؤهلين مهنياً. وتتراوح أعمار الأطفال الذين يسجلون في رياض الأطفال ما بين 3 و5 سنوات، حيث تركز هذه الرياض على تطوير مهارات الطفل وتعليمه. لماذا مرحلة رياض الأطفال مهمة جدا؟ لأنها مرحلة تأسيسية تبدأ من عمر 3 إلى نهاية 5 أو عمر 6. هذه المرحلة يتشكل أثناءها مفهوم الطفل عن ذاته، يتعرف إلى ذاته والعالم، يكون آتيا من بعد فطام، فيأتي بمرحلة فطام جديد وهي الخروج من المنزل والذهاب إلى الروضة. هذا الذهاب إلى الروضة هو من أهم أو بل أهم عمل يقوم به الإنسان على صعيد الحياة أجمعها. لا نبالغ في هذا القول، لأن عمر 3 هو عمر النمو الحركي والحسي. هنا لا يكفي أن يكون الطفل في منزله، وخصوصا أن منازل الأطفال أصبحت عبارة عن شقق مغلقة، لا مساحات فيها للعب، لا مساحات فيها، لا مساحات خضراء ولا مساحات للحرية والانطلاق ببساطة. لذلك هناك يعني تكون المشكلات كثيرة في التربية. الحل هو الذهاب إلى الروضة. قد يعتقد الأهل بأن الطفل في مرحلة أو في عمر 3 لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يتعلم مهارات الحياة كاللباس والطعام والشراب إلى آخره. على العكس تماما، هنا يتعلم في مرحلة رياض الأطفال، يتعلم كل مهارات الحياة عبر التجريب، عبر اللعب. إذن أهمية مرحلة رياض الأطفال تأتي من أن الطفل يتعلم عبر اللعب، ومن خلال اللعب حسيا وحركيا. المقصود التعليم الحسي هو استخدام الحواس، اللمس والنظر والسماع والذوق والشم إلى آخره. هذا استخدام هذه الحواس بشكل جيد وفعال في الروضة عبر ملامسة الألعاب ورؤيتها، عبر استخدام الألوان، هو الذي يعلم الطفل. إذن على الطفل أو يمكن للطفل أن يتعلم
وهذه من أهمية مرحلة رياض الأطفال، يتعلم من خلال الألوان، يتعلم من خلال اللعب، يتعلم من خلال الحركة. والمقصود بالنمو الحركي هو نمو الأقدام، طريقة استخدام اليدين، طريقة استخدام الأصابع، طريقة استخدام حركات الجسم، كلها تساعد على النماء النفسي والفكري من خلال النمو الحسي والحركي. تأتي أهمية رياض الأطفال من خلال التفاعل الاجتماعي بين الأطفال وبين معلماتهم أو مربياتهم، وهنا يكون دور كبير لإعداد المربية سوف نتحدث عنه. ولكن هذا النمو الاجتماعي الذي تحققه الروضة لا يمكن أن يحققه المنزل، وخصوصا في المدينة. أيضا النمو الحسي الحركي الذي يساهم في النمو النفسي الفكري. كل هذه القضايا يجب أن يؤمن بها، يؤمن بها الآباء والأمهات، وأن يعلموا بأن التعليم في مرحلة رياض الأطفال أهم أنواع التعليم، ولكن ألا يطلبوا من الروضات أو مربيات الروضة أن يكون تعليما بل تربية. إذا أهمية رياض الأطفال تكمن في التربية أكثر مما في التعليم. إذا تكمن أهمية رياض الأطفال في أنها مرحلة التربية أكثر مما هي مرحلة التعليم. ولا يقل دور رياض الأطفال أهمية عن دور المدارس، فهي أهم مرحلة لأنها أولى خطوات تعليم الطفل، حتى وإن كان هذا التعليم لا يعتمد على القراءة والكتابة، فهي تطور مهارات الطفل الحركية وتساعده على التعبير عن نفسه وخياله وتقوي شخصيته إذا تمت تنشئته تنشئة صحيحة. علينا أن نتعامل مع الطفل بقوانين خاصة به لا تشبه قوانين التعامل مع الكبار. الطفل عليه أو يفضل أن يتمتع بالحرية، بحرية الحركة. لذلك علينا أن نوفر، ومن هذه وهي قوانين، أن نوفر مساحة واسعة للأطفال لكي ينطلقوا في هذه الحياة، يتحركوا كثيرا، يلعبوا الرياضة، يتناغموا مع الموسيقى، فالموسيقى أمر أساسي في حياتهم. إذن الرياضة والموسيقى والرسم هي المواد الأساسية التي يجب أن نتعامل فيها مع الأطفال، والتي من خلالها يمكنهم أن يتعلموا. لذلك هذه قوانين أساسية إذا أخذناها من رياض الأطفال أفرغنا الروضة من مضامينها الأساسية ومن مهامها الأساسية. مهمة رياض الأطفال هي تنمية النمو الحسي الحركي النفسي العقلي الاجتماعي عند الطفل وتنمية شخصيته، ويمكننا أن نعلمه ماذا نريد، سواء كان في الحساب والقراءة وكل العلوم، نستطيع أن نعلمها عن طريق الرياضة والموسيقى والرسم، وهي المواد الأساسية والمهمة في مرحلة رياض الأطفال. يتم التعامل بشكل صحيح من خلال خلق بيئة تعليمية آمنة وملهمة ومريحة للطفل لتعلم الأساسيات التي يحتاج إليها. وأكثر ما يحتاج إليه الأطفال في هذه المرحلة التشجيع المستمر لكسر وتخطي جميع المخاوف والحواجز التي تخيفه وتقف في طريقه، وإتاحة مكان للألعاب ودمجها في العملية التعليمية. كما يجب توفير الوقت والمكان والأدوات اللازمة للطفل لممارسة الألعاب العادية. تعد السنوات الأولى من التعليم الأهم، وذلك لأنها ستصبح النهج للطفل في باقي سنوات تعليمه، لذا يجب تطوير وتكوين المهارات الأساسية ومحو الأمية. ويعد تطوير اللغة من أهم المهارات التي يجب العمل عليها، بالإضافة إلى القراءة والكتابة.
ويتم ذلك من خلال قراءة المعلم للأطفال بشكل يومي بصوت مرتفع، ومن خلال الأنشطة التي تساهم في صقل اللغة وتطويرها. ما هي المواصفات التي تتمتع بها أو يجب أن تتمتع بها مربية الروضة؟ هناك مواصفات ثقافية، مواصفات نفسية، مواصفات جسدية، مواصفات تعليمية. إذن مربية رياض الأطفال لها تميزها، ويجب أن يتم انتقاء مربيات رياض الأطفال بشروط مهمة جدا. أولا هو الموهبة. نعم، الموهبة في التعليم، في التربية. هناك كثير من المدرسين، ولكن القليل من المربين. التربية تحتاج إلى مرونة في التفكير، قدرة على التكيف مع الأوضاع المختلفة، طفولة أيضا في داخل هذه المربية. يعني هذه المربية يجب أن تتمتع بالطفولة في نفسيتها. بمعنى ماذا تعني الطفولة؟ هو الحركة، الحرية في الحركة، الحرية في الغناء، الحرية في حركة الجسد أيضا، والتي نسميها الرقص مثلا. هذه الحرية يتمتع بها الطفل، على المربية أن تتمتع بها أيضا، لأنها تتعلم من الطفل. المربية التي تتعلم من الأطفال هي المربية الحق. لذلك هناك بعض المواصفات التي تتمتع فيها المربية لا تكون موجودة في لدى كل المربيات. يمكن أن نعلمها، يمكن، وخصوصا مثلا في التعليم المفتوح مثلا، أو اختصاصات رياض الأطفال في التعليم النظامي. تقوم كليات التربية على تعليم المربية كيف يمكن أن تكون مربية بطريقة جيدة ومتقنة لعملها. فلذلك المربية من الناحية النفسية يجب أن تكون لديها هذا التكيف وهذه المرونة التي تحدثنا عنها، بالإضافة إلى فكرتها حول التربية. هي ليست معلمة بقدر ما هي مربية. يعني يجب أن تكون محتاطة تماما لتصرفاتها أمام الطلاب أو أمام الأطفال، لأن سلوكها هو الذي يعلمهم وليس تردادها. فكما نقول، التعليم بالتقليد وليس بالترديد. إذن يجب أن تكون قدوة، وهذه مواصفة مهمة جدا. يجب أن تكون المربية قدوة لأطفالها حتى يتعلموا منها كل السلوكات الجميلة والصحيحة والآداب والأخلاقيات الكريمة. مثلا السلوك البيئي يجب أن تمارسه المربية أمام الأطفال حتى يتعلموا منها، مثل مثلا السلوك البيئي، كمثلا رمي القمامة في سلة المهملات، عدم التدخين أمام الأطفال مثلا، عدم القيام بأي سلوك خاطئ أمام الأطفال، مثلا علو الصوت، التحدث بألفاظ نابية، كل هذه القضايا من السلوك اللفظي الذي نتحدث عنه. السلوك مثلا الاجتماعي، كأن تقول مثلا صباح الخير أمام الأطفال فيرددون هذه الكلمة، تحييهم، تسلم عليهم. هذه السلوكات الاجتماعية أيضا يتعلمها الطفل ويتقلدها تقليدا وليس ترديدا. يعني معنى الترديد أن لا أقول قل صباح الخير، وإنما أنا أقول له صباح الخير مثلا، إلى آخره. هناك السلوك العقلي، والسلوك العقلي لا يعني أن أضع 1+1=2 هكذا بشكل تجريدي. الطفل لا يتعلم بهذه الطريقة، وإنما آتي بالقضايا الحسية
التي من خلالها أعلمه السلوك العقلي. والسلوك العقلي المقصود به هو الجمع والطرح والتقسيم والضرب، والأكبر والأصغر يساوي، الأطوال، الأحجام، كل هذه القضايا الرياضية يمكن أن يتعلمها طفل الروضة عمره 3 سنوات، وذلك من خلال استخدام الأشياء المحسوسة كمثلا الفواكه وتقسيمها، فنعلمه التقسيم. مثلا في موضوع الجمع أن نأتي بأطفال ونجمعهم مع بعضهم مثلا، وهذه قضية حركية حسية، هذه هي الطريقة الحسية الحركية التي يجب أن تعلم بها المربية، وليس أن تضع على السبورة 1+1=2، وهكذا تكون قد يعني أدت مهمتها. هكذا تعتقد معظم المربيات، بأن إذا أردت أن أعلم الطفل علي أن أكتب له على السبورة وهو يملأ دفاتره بالكتابة. على العكس تماما، في مرحلة رياض الأطفال علينا أن نعلم الأطفال من خلال أشياء يمسكها ويراها ويلونها ويلعب معها أو يلعب بها. هذه فكرة المربية وكيف ننتقي المربيات. إذا انتقاء المربيات ليس بالأمر السهل. نحن نقول للمربيات في الجامعة أنتن دعائم هذا المجتمع. أهم عمل تقوم به أو يقوم به أي إنسان في هذا المجتمع، في هذا الوطن، هو عمل مربية رياض الأطفال، لأن عملها تأسيسي للشخصية الإنسانية، ولذلك علينا أن نولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا. من أهم الأسس في إعداد مربية رياض الأطفال كيفية التواصل مع الطفل واستقباله بشكل يومي وتقبل الطفل الجديد لمرحلة الروضة، وطرق الإبداع في الاستقبال اليومي للطفل، أنماط الأطفال المختلفة والتعامل مع الأمزجة الصعبة، التحكم بطفل مرحلة الروضة، احتواؤه والتواصل مع والديه، وكيفية التعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية لطفل الروضة. كيف يمكن أن نستمر في تطوير مربية رياض الأطفال؟ يمكن أن نقوم بذلك عن طريق التدريب المستمر. كيف يمكن التدريب المستمر للمربية؟ عندما نأتي بهذه الدورات مثل دورة المونتيسوري، نطلعها على هذه الوسائل والأساليب العالمية التي لاقت نجاحا باهرا في مجال رياض الأطفال، عندما ندربها على أن الصف أو الفصل كما يقال، ونحن نقول الصف في رياض الأطفال صف الروضة، هو ليس صفا مدرسيا، إنه مكان يشبه المنزل، علينا أن نمارس فيه طقوس المنزل كلها، ولكن تحت رعاية تربوية من قبل مربية مدربة بشكل جيد ومستمرة في التدريب. يعني المعلومات التي نقدمها في رياض الأطفال في الجامعة للمربية هي معلومات غير كافية، إنها تحتاج إلى تدريب عملي بنفسها حتى تقوم وتتعلم من الأطفال ذاتهم ومن البيئة المحيطة أيضا. المربية تستثمر كل ما يمكن أن يكون في محيط بيئتها من أجل تربية الأطفال، فقد تستخدم الرمل البحري، التراب، تستخدم المواد مثلا المستهلكة تعيد تدويرها. المربية يمكنها أن تبدع أمام الأطفال فتعلمهم الإبداع. هل الإبداع يمكن تعليمه؟ نعم. هل الاختراع يمكن تعليمه؟ نعم، وذلك من خلال مربية رياض الأطفال. في الختام، تعتبر مرحلة رياض الأطفال أهم مرحلة في حياة الإنسان.
وعلينا أن نولي هذه المرحلة أهمية كبيرة وواسعة، ونعطي لها كل الإمكانات المادية والتربوية التي تساهم في تربية الإنسان فينا.